يعد معرض الخريف من أكثر المعارض جذباً للزوار من داخل مملكة البحرين وخارجها، لما يقدمه المشاركون من بضائع متميزة وحصرية خصيصاً للمعرض. هذا المعرض السنوي يعد من الوجهات الرئيسية التي تتنافس الشركات العالمية على طرح أفضل منتجاتهم فيه لترضي طموح المتسوقين بما توفره من بضائع حصرية ومتميزة. تجربة غنية بالتنوع يعيشها مرتاد معرض الخريف بشكل سنوي، فهذا الحدث السنوي يقدم بضائع متنوعة أسست لها قاعدة جماهيرية في البحرين، فتحرص على المشاركة في هذا المعرض في كل موسم حتى بات بعضها عنصرا أساسيا من عناصر معرض الخريف. معرض الخريف هو من أكبر المعارض في الوطن العربي، مو بس في الخليج، وطبعا هذا المعرض يستقطب شريحة كبيرة مو بس من البحرين بل من بعض الدول المجاورة مثل السعودية وقطر والكويت وغيرها. حقيقة هذا المعرض دائما نحرص احنا كشركات ان نتواجد فيه، حريصين للتواجد على اساس ننزل افضل ما ممكن ننتجه للزباين. مستانسين بوجودنا في هذا المعرض بانضمامنا ضمن معرض الخريف، يعني نعرف العالم إنزين بمصاغاتنا المميزة وتراثنا باللول الطبيعي البحريني. طبعا هذا يشرفنا بنكون من ضمن أكبر معارض العالم، طبعا هو مو بس في البحرين، يعني يضم جميع الدول. هذا المعرض وضع نفسه على خريطة المعارض في البحرين منذ عقود من الزمن، فينتظره رواده من البحرين وخارجها لما يتفرد به من منتجات متميزة ذات جودة عالية من العسل والبهارات والمكسرات، بالإضافة إلى الملابس والعطور والتحف والهدايا وغيرها من المعروضات المتنوعة التي تحاكي جميع الأذواق. يكون بنضبط للخريف قبلها بست شهور من ما شاء الله بالقوة الجمهورية والمشتريات، ما شاء الله يعني كل أهل البحرين وأهل الديرة دايما عندهم حس بخريف البحرين. خريف البحرين إحنا بنجهز له من قبل بست شهور، وما شاء الله القوة الشرائية مليون المية قوي جدا، يعني إحنا ما كنا متوقعين هيك يعني الإقبال، وما شاء الله قاعد الإقبال على تزايد يعني. وطبعا كل سنة احنا بنشارك فيها، السنة اللي بعدها بيجي يعني ما شاء الله زباين اللي بتجرب منتجاتها بتجيب زباين ثانية، بيصير اقبال اكثر على المعرض. فكرة حلوة انه يكون معرض الذهب من ضمن المعرض الحين، يعني يكونوا الزوار يطلعون على اخر يعني الافكار المسوقات الذهبية، ويكون لا يعني سوق، ويكون حتى الزوار اللي بيجون من برا يعني مو محتاجين انه حتى يروحون يعني سوق الذهب. مشاركات محلية وخارجية تستعرض في الأجنحة المختلفة أهم المنتجات التي تشتهر بها البلدان المشاركة، لتقدم لزوار المعرض أجود وأفضل أنواع البضائع. خيارات متنوعة وحصرية وبضائع متميزة يحتضنها معرض الخريف بشكل سنوي ليرضي من خلالها طموح رواده، فهذه المنتجات العالمية يقدمها المشاركون بشكل جذاب ولافت ليرضي شغف زوار هذا المعرض السنوي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.